تصبح لي فقرة الجمال مع دكتورة ياسمين المصري. أهلا وسهلا فيكي دكتورة، تنضمان عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك يا دكتورة. أهلا شادية، كيفك؟ الحمد لله. بونجورك. بونجورك يا قمر. عشان الوقت يا دكتور، اليوم اقترحتي موضوع يعني عودة يعني تشديد الإجراءات الاحترازية والتأكيد على لبس الكمامة في كل وقت. اليوم كلمينا عن كيف إحنا ممكن نهتم البشرة مع استخدام هذه الكمامة والرطوبة اللي إحنا بنحس فيها على بشرتنا منها. تمام، مثل ما ذكرتي شادية أنه إحنا لازم نرجع نلتزم بالكمامة مثل الأول، وطبعا خصوصا الناس اللي عم تشتغل فترات طويلة أو تكون في أماكن بابليك، فهي لازم تدلع يعني مستخدمتها فترات كتير طويلة. هذا طبعا بيأذي البشرة. معظم الناس عانت من مشاكل بتهيج البشرة خلال الفترات الماضية. طبعا احنا السبب بهذا الموضوع هو تراكم الزيوت والتعرق والأوساخ على الجلد بسبب لبس الكمامة، وهذا طبعا بيؤدي لأحمرار، تهيج بالجلد، طفح جلدي وحب شباب. كتير ناس صار عندها حب شباب بمنطقة الكمامة. طبعا احنا ممكن نستخدم الكمامة فترات طويلة وكمان نتجنب التهيج الجلدي والحساسية باتباع خطوات كتير بسيطة حأذكرها سريعا. احنا اذا اتبعناها بنضمن انه نلبس الكمامة وبنفس الوقت نحافظ على بشرتنا تبقى حلوة. اول شيء انه احنا نستخدم الكمامات القطن، بعد عن كمامات القماش اللي الناس اللي عم تستخدمها كتير الصناعية، اللي هي طبعا هي بحبوها فاشن، بس بنفس الوقت هي بتعمل تهيج وبتخلي البشرة ما تتنفس، فالكمامات القطن هي الافضل. نغسل القناع، طبعا الكمامة نغسلها إذا إحنا بدنا نستخدمها أكثر من مرة، ما نلبسها أكثر من مرة بدون ما نغسلها. نغسلها ونتأكد من التعقيم الكمامة بشكل كتير منيح. تبديل الماسك كتير مهم. أنا بفضل استخدام الماسكات الطبية اللي بتيجي طبعا نرميها ونستخدم واحد تاني غيرها. كتير مهم أنه إذا إحنا شلحنا لأي سبب، يعني شلنا لأي سبب بدنا نغسل وشنا، بدنا ناكل أو أي شيء، نرميه ونستخدم واحد تاني من جديد. غسيل البشرة بشكل جيد كل يوم قبل النوم حتى ننظف الزيوت المتراكمة والأوساخ المتراكمة على البشرة، غسول مناسب لبشرتنا كتير موضوع مهم وبيقلل التهيج والإحمرار وحب الشباب. ترطيب البشرة جدا مهم. قبل ما نستخدم الماسك بنص ساعة نستخدم مرطب مناسب ما في زيوت تمتص البشرة بسرعة، نستنى نص ساعة بعدين نلبس الماسك. هذا بيضمن الترطيب طول الفترة اللي احنا لابسين فيها الماسك، وبنفس الوقت بيقلل التهيج والجفاف. عدم وضع المكياج دائما انت بتأكدي عليه وانا كمان، لانه المكياج اصلا بيسكر المسام وبيمنع تنفس البشرة، فاحنا كمان مع الماسك فهذا حيزيد المشكلة اكثر وتؤدي بعد فترة لحب شباب بصير صعب علاجه. نستخدم واقي شمسي مناسب طبعا مشان نتجنب اختلاف لون البشرة بين المنطقة اللي مغطيها الماسك والمنطقة المكشوفة، بلس انه نحاول انه احنا نشيل الماسك كل ساعتين، يعني بعد عن الاشخاص نحاول نقعد لحالنا شوي نشيل الماسك اذا احنا فينا، نغسل هاي المنطقه اذا بنقدر اكيد ننشفها منيح، نرجع نستخدم المرطب ونرجع نستخدم نلبس الماسك، يعني ما نبقى لابسين الماسك 8 ساعات متواصله، هذا بيأذي البشره كثير. فهذا سريعا يعني اذا احنا فعلا التزمنا بهدول التبس ان شاء الله بنضمن انه ما يصير عندنا اي تهيج ان شاء الله. شكرا لك دكتوره ياسمين. انا كنت من الناس اللي يعانوا من تهيج في بشرتي بسبب الكمامة. عموما نصائح جميلة دكتورة ياسمين، رح ألاقوها على صفحتنا وصفحتك على الانستغرام دكتورة ياسمين المصري. شكرا لوجودك معنا. شكرا شادية، نهارك حلو.